في قرية هادئة بين أحضان الطبيعة، حيث يلتقي الهدوء بجمال الطبيعة، بدأت تظهر غيوم سوداء من الخوف والريبة. بدأت حالات اختفاء غامضة تحطم سكون المكان، ليصبح الجميع فريسة للشائعات والشكوك. من هو هذا الظل الذي يختبئ في الظلام، يخطف الأرواح ويزرع الفوضى بين الناس؟ مع تزايد عدد الضحايا، تضاعفت الأسئلة وبدأ الناس يشكون في بعضهم البعض، حتى جاء المحقق الذي حمل معه الأمل والعدالة ليكشف عن سر دفين ويزيح الستار عن الحقيقة المرعبة التي لم يتوقعها أحد. في قرية نائية بعيدة عن صخب المدن الكبيرة، كانت الحياة تسير بسلام وهدوء، ولكن هذا السلام لم يدم طويلاً. بدأت تظهر حالات اختفاء غامضة بين سكان القرية، وانتشرت الشائعات والخوف بين الناس. كان القاتل محترفاً في عمله، يخطط بدقة ولا يترك أثراً. كان يختار ضحاياه بعناية، وغالباً ما كانوا أشخاصاً محترمين أو على خلاف مع رئيس الشرطة في القرية. وكلما اختفى شخص، كان القاتل يزرع الشكوك في قلوب الناس، حتى بدأ أهل القرية يشكون في بعضهم البعض. مع تصاعد الأحداث وزيادة حالات الاختفاء، قرر أهل القرية استدعاء محقق محترف من المدينة. كان المحقق معروفاً بذكائه وقدرته على حل أعقد القضايا. عندما وصل إلى القرية، بدأ تحقيقاته بشكل سري ومكثف. استعرض المحقق تفاصيل كل حادثة اختفاء، وقابل عائلات الضحايا، وجمع الأدلة بعناية. وبعد أسابيع من البحث والتحليل، توصل إلى اكتشاف مذهل. كل الضحايا كانوا على خلاف مع شخص واحد، رئيس الشرطة نفسه. قرر المحقق مواجهة رئيس الشرطة. في ليلة مظلمة، جمع الأدلة وتوجه إلى مكتب رئيس الشرطة. هناك كشف المحقق الحقيقة المرعبة، رئيس الشرطة هو القاتل. كان يستغل منصبه وسلطته لإخفاء جرائمه والتلاعب بالتحقيقات. اعترف رئيس الشرطة بجرائمه بعد مواجهة طويلة. تبين أنه كان يحمل ضغينة ضد كل من كان على خلاف معه أو من كان يتمتع بسمعة جيدة في القرية. بعد اعتقاله، عادت القرية إلى حياتها الطبيعية تدريجياً، لكن الندوب النفسية لم تلتئم بسرعة. ظل المحقق في القرية لبعض الوقت لمساعدة أهلها على تجاوز الصدمة وبناء ثقتهم من جديد. وبمرور الوقت، تعلم أهل القرية درساً قاسياً عن الثقة والتماسك، وأصبحوا أكثر حذراً ويقظة تجاه الغرباء وحتى بعضهم البعض. انتهت القصة، لكن ذكرى تلك الأحداث المرعبة ظلت محفورة في قلوب سكان القرية.